آيدكس 2015 هو آيدكس إماراتي بامتياز. اتسرقت الصناعة الإماراتية الأضواء في دورة هذا العام من المعرض الدفاعي الدولي الأكبر في العالم الذي يقام سنوياً في أبوظبي. إذ قدمت الإمارات في هذه الدورة اثنتين من قطاعها الحربية الكبيرة، وهي مدرعة أنيغما وآلية مكافحة الشغب المصنعتين بالكامل في الإمارات والمصممتين للتأقلم مع الظروف الصحراوية، مما يعكس الانتقال الجذري من صناعات التجميع إلى الصناعات الكاملة التي أدخلت الإمارات في السوق العالمي للتصنيع الحربي لتصبح واحدة من مصادر الأسلحة، لا سيما بالنسبة لدول الخليج العربي. تعرف نحن جدا مسرورين ان عدد الشركات الوطنيه كبير جدا، نما مقارنه بالسنوات الماضيه واصبحت تخصصيه واصبحت تنافس الشركات العالميه في المنتجات الدفاعيه والمنتجات الاخرى المتعلقه بالامور ايضا الدفاعيه. هذا طبعا لم ياتي من فراغ، وانما اتى من تخطيط سليم من قبل قياده رشيده والخطه الاستراتيجيه اللي وضعت ل التركيز على بناء قاعدة صناعية في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. أصبحت الشركات العالمية تهتم كثير بالمنتوج الإماراتي بالتحديد في مجال الدفاعية. أصبح كثير هناك من عمليات الجوينت فينشر بين الشركات العالمية والمحلية لأيضا دعم هذه الصناعة الوطنية. الإعلان طبعا تم عن الصفقات اللي هي لتوفير احتياجات قوات مسلحة، سواء كان من أنظمة أو أجهزة أو قطع غيار أو تدريب وما شابه. إلى اليوم تم الإعلان عن تقريبا ما يزيد عن 13.4 مليار درهم. وتعمل على هذا التصنيع الحربي مجموعة من الشركات الإماراتية التي تتكامل فيما بينها، ومنها مبادلة وتوازن وشركة الإمارات للصناعات العسكرية، ومن بينها أيضاً شركة النمر المتخصصة بالمركبات العسكرية، والتي تمكنت هذا العام مثلاً من تصنيع 1000 قطعة من سيارات الشغب المتخصصة. مشاركين نحن السنة آيدكس 2015 الحمد لله بمجموعة من أحدث آليات وموديلات الجديدة 2015 آليات النمر. ميزتها أنها هي آليات عسكرية، مواصفات عسكرية خاصة لبيئة منطقة دولة الإمارات، منطقة الخليج العربي وشرق الأوسط. عارضين السنة الموديل الدبل كابن سوفت سكن، هذا بالشكل الجديد وبمنظومة النظام الكهرباء الجديدة بالداش البورد الموجود فيها، الكابينة الداخلية راعينا فيها كل النواحي أن توفر للمستخدم وللسائق لوحة تحكم بسيطة سهلة بمواصفات عسكرية مريحة للقيادة لمسافات طويلة. مكافحة الشغب هذه من أحدث الآليات اللي موجودة عندنا، مجهزة بجميع الأجهزة اللي تعامل في لمكافحة الشغب، من أجهزة مراقبة وتصوير وأجهزة تعامل مع الشغب وطريقة المكافحة وتأمين الفريق اللي يتعامل يوصل في الميدان ويتعامل مع العمليات المطلوبة منه. كل آليات النمر صنعت في دولة الإمارات، صممت هي البداية وانتجت ووردت هنا في دولة الإمارات. قمنا حاليا نمر من بداية المشروع أكثر من 1000 آلية الحمد لله الآن موجودة في الدولة وخارج الدولة، وردناها لدول مختلفة من ضمنها دولة الإمارات.